اهلا وسهلا بيكم في ساندوتش حاجه ساقعه، وكل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل ساندوتش جمبري ميكست. هنطلع فاصل ونرجع نشوف المكونات. المكونات: جمبري مسلوق، مايونيز، كريمه لباني، خل ابيض، عصير ليمون، شطه ناشفه، مستردة، حلقات بصل، حلقات طماطم، وشويه خس مبشور. هنجيب الاول المايونيز، نخلطه مع شويه من كريمه اللباني، المستردة، عصير ليمون، هذه نص معلقة خل أبيض، شطة، رشة ملح وفلفل صغيرين جدا، نقلب كده، نحط الجمبري، كده نجهز الساندوتش. حط الطماطم، حلقات بصل، تفضل بصل احمر طبعا، نملى الساندوتش. كده ساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش جمبري ميكست، ساندوتش حاجة ساقعة بالهنا والشفا. النهارده هنعمل كركديه بالقرفة. المكونات: كركديه منقوع وعيدان قرفة وسكر، وهنستعمل تلج مع الخلط. نحط التلج الأول، بعد كده كركديه، طبعا كركديه من غير سكر اوريدي، شوية سكر، نقفل، نخلط. كده العصير بتاعنا جاهز، كركديه بالقرفة، ساندوتش حاجة ساقعة بالهنا والشفا.